قال الشارح رحمه الله: قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وفي تقديم السنن على الفرائض وتأخيرها عنها معنى لطيف مناسب. أما في التقديم فلأن الإنسان يشتغل بأمور الدنيا وأسبابها، فتتكيف النفس في ذلك بحال بعيدة عن حضور القلب في العبادة والخشوع فيها الذي هو روحها. فإذا قدمت السنن على الفريضة تأنست النفس بالعبادة وتكيفت بحالة القرب من الخشوع، فيدخل في الفرائض على حال حسنة. وأما السنن المتأخرة فلما ورد أن النوافل جابرة لنقصان الفرائض. نعم، خلاصة الكلام أن ما كان من الرواتب قبل الصلاة فهو يهيئ العبد لتمام الخشوع في الفريضة وكمال أدائها، لأن النفس متعلقة بأمور دنيوية ومصالح، فإذا بكر وصلى النافلة اطمأنت نفسه وسكنت، فيدخل الفريضة على حال أكمل، بخلاف الذي يدخل الفريضة ومباشرة لم يسبقها راتبة أو لم يسبقها تحية مسجد. وسيأتي معنا في حديث سيذكره المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، يعني بين أذان الفجر والإقامة صلاة، وبين أذان الظهر والإقامة صلاة، وبين أذان العصر والإقامة صلاة، وبين أذان المغرب والإقامة صلاة، وبين أذان العشاء والإقامة صلاة. هذا معنى بين كل أذانين، يعني بين كل أذان وإقامة، هذا المعنى بين كل أذانين صلاة. هذه الصلاة التي تأتي قبل الفريضة سواء كانت من الراتبة أو من تحية المسجد أو عملا بهذا الحديث بين كل أذانين صلاة، هذه تهيئ الإنسان للمكتوبة، تهيئ الإنسان، تطمئن النفس، تلين، تسكن، فيدخل الفريضة على حال أكمل، بخلاف الذي يأتي المسجد وقد أقيمت الفريضة ويدخل فيها ونفسه متشعبة، نفسه متشعبة ومنشغلة بأمور وأمور، فيدخل الصلاة ولا يحسن ماذا صلى. حتى بعض الذين يأتون قد فاتتهم ركعات من الصلاة، بعضهم لا يدري ماذا فاته، وإنما يحاكي من بجنبه، ينظر من بجنبه كم يركع ويركع معه، وربما بعضهم ينبهه يقول له: لا أنا فاتني ثنتين وأنت فاتك ثلاثة، ما يدري أصلا، نفسه منشغلة تماما. هذه الحال التي هو فيها لو أنه لما سمع الأذان توضأ وبكر المسجد وصلى السنة لرأى فرقا شاسعا بين صلاته هذه وصلاته تلك. فالنوافل التي قبل المكتوبة لها أثر عظيم جدا على الفريضة تكميلا لها، والنوافل التي تأتي بعد الفريضة مثل التي تأتي بعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء، هذه مكملات وجوابر للنقص، مكملات وجوابر للنقص الذي يكون في الفريضة. نعم.